ما يبقى لك قد ايه جايبه الموتوسيكل؟ 5 شهور تقريبا. بتسوقي عليه بقالك 5 شهور ولا اوريدي بتسوقي من قبل كده؟ لا بسوق من سنه، بس اول حاجه جبها كانت السكوتر ده من 5 شهور. سوقتي عربيه قبل كده او سوقتي عجله؟ سوقتي اي حاجه تانية غير سكوتر؟ كنت بسوق عجله، كنت بسوق عربيه بس ما عنديش عربيه، بس كنت بعرف اسوق يعني. طيب شايفه ايه بقى؟ شايفه التجربه عامله ازاي؟ بصي هو التجربه فوق الممتعه. ناس كتير طبعا اول حاجه بتسالني انت بنت ازاي تسوقي؟ طب الناس بتضايقك؟ تقريبا السؤال ده بيتسال لي في اليوم اكتر من مرتين مثلا 3، حد ضايقك، حد بيضايقك، حد بيمشي وراكي، حد بيزنق عليكي، الحاجات دي كلها. بقول لهم سبحان الله لحد دلوقتي الحمد لله ما تعرضتش لاي حاجه من دي. بنتي اصلا الفكره جات لك منين؟ يعني مش طبيعي ولغايه دلوقتي حتى مش كومن قوي ان البنات بيسوقوا سكوترز، فانتي الفكره جات لك من فين اصلا؟ من 2؟ بصي خليني اقول لك حاجه، هو مش كلمه مش طبيعي ان بنات تسوق سكوترز دي، نخليها على بس اون هولد يعني على جنب شويه. احنا اللي نركز فيه انه اصلا مش طبيعي ان الناس العاديه تجيب سكوترز او بايكس او كده يعني. في عدد، بس بالنسبه لمصر العدد قليل جدا. احنا عندنا ثقافه العربيه او الفرد العربيه المركوبه الواحده يعني، ما بنركبش حتى مش طبيعي تركبي في ناس تركب مواصلات وكل حاجه، بس الاكتر الاغلبيه العربيات. بس خليني اقول لك انه بنته حاجه غريبه، ما بمشيش كتير قوي في الكلام ده يعني. بصراحه مش هكذب عليكي يعني، ما بمشيش في الكلام ده يعني عادي. طبعا كان بالنسبه لي ده حاجه انا كنت عايزه ريس اصلا من الاول، من وانا في اعدادي يعني، وكان هدفي ان انا اجيب ده، بس للاسف الزحمه والحاجات دي كلها هتعطل حركه السكوترز او الكبيره او الريسز والريس والكلام ده. فخلاص اوكي توجهنا للسكوترز، وفتره مؤخرا كان في توعيه كتير ناحيه السكوترز، اوكي سيف واحسن واسرع وعمليه اكتر، فده اللي نزلت سالت عليه وده اللي جبته يعني. احكي لي كده في ال4 شهور ايه المواقف اللي تعرضت لها، حلوه وحشه؟ بصي هو انا لغايه دلوقتي المواقف كلها بصراحه تشجيع، يعني بشوف الناس بتشجعني. شفت قبل كده سواق تاكسي وقف جنبي قال لي بس انا وقفت عشان ادعي لك يعني. فانا ساكنه اصلا في حته تعتبر شعبيه، فيعني ساكنه في وسط البلد، فدنيا زحمه جدا، فالناس بتخاف اصلا، معظم البنات بتخاف تسوق في الحتت الزحمه ووسط البلد، بس الناس كلها ما شاء الله يعني بتشجعني ويقعدوا يقولوا لي كويس ويقعدوا يدعوا لي وكده، فتشجيع الناس بصراحه بيشجعني. بشوف بنات كتير بتوقفني تقول لي ايه ده بجد انت بتسوقي؟ طب السواقه حلوه مش عارفه ايه، طب احنا عايزين نجيب، طب عايزين نجرب. فحاسه ان انت حتى بتدي بوش للناس انها تاخد التجربه. الناس ما بقتش مستغربه دلوقتي ان البنات بتسوق سكوتر اصلا. ايه اغرب موقف اتعرضتي له؟ بصي اولا الناس كلها بتبقى فاكرانا اوبر وكريم، يعني محدش بيستوعب ان احنا بنات سايقين. فلما نزل اوبر وكريم ان هم بينقلوا، فالناس كلها طول ما انت ماشيه انسه اوبر، طب كريم. فالناس كلها فاكرانا اوبر وكريم. بعدين لما الداخليه بدات تنزل سكوترز، فخلاص افتكرونا ان احنا مع الداخليه، انه محدش مستوعب ان هو ممكن تبقى بنت عاديه نازله بسكوتر يعني. بس فهم يعني الناس بدات تستوعب شويه يعني، احنا كترنا بقينا كتير. طيب ايه ردود الافعال؟ يعني تعرضتي لموقف رخم، تعرضتي لموقف كويسه من الناس؟ بصي هو انا بصراحه لما جبته الناس ما كانتش في دماغي خالص يعني، انا خلاص انا عايزه اجيبه فانا هجيبه. حتى اهلي لما كانوا بيعترضوا عشان هو مش امان، مش عشان الناس. بس لما نزلت اتفاجئت اللي هو الناس بترحب بطريقه غير طبيعيه، وناس بتشجع، واكتر فئه ممكن تتخيلي ان هي تضايقك لقيتها بتشجعك. يعني انت ممكن تلاقي سواق ميكروباص وانت ماشيه بتلفي فيروح موقف لك الشارع عشان يعديكي، مش بيكسر عليكي طول ما هو شايف ان انت بنت، فلا بالعكس بيعديكي. الستات الكبار اللي كنت فاكراهم هيتريقوا فلو تلاقيهم بيدعوا لك مثلا. الولاد الصغيرين بقى لو باي باي وحاجات وشايفينك ان انت الله انا عايزه ابقى اجيب عايزه اجرب. فاللي هو لا انا كنت بصراحه مش يعني ما كانش في دماغي توقعات حلوه ولا وحشه، ما كانش في دماغي اصلا توقعات، بس اللي هو اتفاجئت بانه الناس حلوه بزياده.